يا صباح الفل يا شباب، معاكم دكتور نور تركي، دكتور الكبد والجهاز الهضمي بمستشفيات الزمالة المصرية. وإن شاء الله رب العالمين في الفيديو دوت هنتكلم كده على الجزء الثالث من عيلة البارفو بكتيريا. وفي الجزء دوت هنتكلم على بكتيريتين اللي هما البروسيلا والفرانسيسيلا عشان نخلص بقى العيلة بتاعت البارفو دي كلها. يعني الفيديو دوت مهم لدكاترة الطب البشري وكمان لدكاترة الطب البيطري علشان خاطر البكتيريتين دول زونوتك ديزيزز، يعني بيجنوا أصلا من مصادر حيوانية، وبناء عليه هتلاقوا بتوع بيطري بيدرسوهم وبتوع بشري كمان بيدرسوهم. اوكي، طيب نبتدي كده الكلام بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، وزي ما احنا متعودين في اي بكتيريا بندرسها بنتكلم على الميكروبيولوجي والديزيزز والمانجمنت بتاعت الديزيزز دي. واول بكتيريا هنتكلم عليها هي بكتيريا اسمها البروسيلا، وخد بالك في البورديتيلا اللي احنا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت وفي البروسيلا، كلهم بيبقوا قريبين من بعض، وفي البارتونيلا اللي هنبقى ناخدها ليتر اون. anyway، البروسيلا دي يا دكاتره زي ما اتفقنا بتيجي من مصدر حيواني، وبناء عليه المصدر الاساسي او اللي انا لما اجي اقول لك انا هدور على البكتيريا فين لازم تعرف على طول ان احنا هندور عليها في الحيوانات. اوكي، احنا عندنا اربع انواع من البروسيلا كلهم بيعملوا امراض، بس يعني الحمد لله احنا مش هندرس كل نوع على حده، لا احنا بس هنعرفهم بالاسماء كده. اسمائهم ايه يا دكتور؟ اول واحده خالص اسمها بروسيلا ميلتنسس. اوكي، ميلتنسس. البروسيلا الثانيه اسمها بروسيلا ابورتوس وبروسيلا سويس وبروسيلا كانس، ومعلش دي بي مش دي. اوكي كده، طيب البروسيلا ميلتنسس دي شكلها عامل ازاي؟ البروسيلا ميلتنسس بتيجي من حاجه اسمها السمول ريومينانتس. اللي هم مين السمول ريومينانتس دول يا دكتور؟ اللي هم لمؤاخذه النعاج والخرفان اللي هم الجوتس اند شيبس. اوكي كده، يبقى ادي اول مصدر ليها. يبقى انت علشان ما تنساش الميليتنسنس اللي بتبتدي بحرف الام تفتكرها بالمايكرو، مايكرو اللي هي الحيوانات العشبيه الصغيره اللي هو النعاج والخرفان والمعيز وهكذا. اوكي كده، طيب بروسيلا ابورتوس من اسمها ابورتوس بتعمل ابورشن. ابورشن فين؟ في الكبار، في الكاوز والكاتلز اللي هم البقر والجاموس والكلام ده كله، تمام. طيب بروسيلا سويس، احنا اخدنا سويس دي قبل كده، سويس دي معناها فروم بيجز او فروم سوين فور سوين سورس، يعني معناها جايين من الخنازير بشكل اساسي، وكمان زود عليهم الرودنتس اللي هم الفئران والقوارض والليله دي كلها. واخر حاجه خالص بروسيلا كانس، والكانس دي بتيجي من الدوجز اللي هي الكلاب يعني، تمام كده. يبقى احنا عندنا مين؟ عندنا اربع انواع، الميليتنسس اوكي والابورتس والسويس والكانس، وعرفنا كل واحد بيجي منين عشان خاطر اسئله الام سي كيو. جميل، المورفولوجي سهله خالص زي الهيموفلوس، بس اهم حاجه ان هي نون كابسيوليتد. طيب الكالتشر هتزرعها على ايه؟ البروسيلا دي يا دكاتره دايما ستريكتلي ايروب، وبناء عليه هي كاتاليز بوزيتيف واوكسيديز بوزيتيف زي ما هنتكلم تحت بعد شويه. ستريكتلي ايه؟ ستريكتلي ايروب. طيب تزرعها بقى على ميديا شكلها عامل ازاي؟ ركز قوي علشان خاطر التفاصيل دي مش موجوده عند حضراتكم في الكتاب، بس علشان تبقوا انتوا عارفينها يعني. بص يا سيدي، البكتيريا دي بتحب دايما تتزرع على انريتشد ميديا. يعني ايه انريتشد ميديا؟ يعني ميديا فيها حاجه هي بتحبها. وايه الحاجه اللي هي بتحبها؟ غالبا السيستاين. البروسيلا والفرانسيلا اللي احنا هنتكلم عليها ليتر اون بيحتاجوا سيستاين في الديفلوبمنت بتاعها. طيب مين الميديا ده هي؟ يقول لك بس الميديا الاول احنا عندنا هنا في الطب بيزرعها على بروسيلا اجار او حاجه اسمها البرين هارت انفيوجن، برين وهارت وبيعمل لهم بروث وبيزرعها عليه. بس في اثنين سيستم هم فعلا اللي بيستخدموهم في الايدنتيفيكيشن بتاع الاورجانيزم دوت. مين بقى الاثنين سيستم دولت؟ بص يا سيدي، اول سيستم والكلام ده مش موجود على حضراتكم بس علشان خاطر تبقى انت عارفه كويس، سيستم اسمه هويس كاستندا ميثود. دي ميثود شكلها عامل ازاي؟ يعني بيجيبوا بوتل او بيجيبوا ازازه، الازازه دي بيبقى فيها اثنين بورتس، بورت زي ما حضراتكم شايفين كده اهوت سوليد ان نيتشر، يعني عباره عن يعني حاجه صلبه يعني، والجزء ده فلويد او ليكويد ان نيتشر. يعني انا جايب ازازه جزء منها سوليد وجزء منها فلويد، عامله بالظبط شبه ايه؟ شبه التريبل شوجر ايرون. لما كنت بقول لك في سلانت وفي بوت، هنا برضو حاجه عامله شبه السلانت هي اللي هو الجزء الصلب، وحاجه عامله شبه الايه؟ الليكويد، او حاجه عامله شبه البوت اللي هي الليكويد بورت. ده اسمه رويس كاستندا ميثود. ده لما باجي ازرع عليه البروسيلا، البروسيلا من حرف البي بطيئه، بطيئه جدا جدا جدا، شبه البورتيتيلا بالظبط هي كمان. بتاخد لها تقريبا 6 ل 8 اسابيع، يعني احنا بنتكلم في اولموست شهرين. يعني تخيل العيان جاي لك بتاخد عينه منه وتزرعها على الريوس كاستاندا ميثود ديت، تطلع لك بعد شهرين يكون العيان مات ودع على طول يعني. فاكيد دي مش هتنفع فور ديزيزز، يعني مش عيان عنده بروسيلا استخدم الميثود دي. امال دي بستخدمها امتى؟ لما تكون حضرتك في معمل مايكروبيولوجي وبتدرس البكتيريا، يبقى انت دي الهدف من الميثود دهيت جاست فور ستادي المايكروبيولوجي يعني. اوكي،
طيب اكيد يبقى في طريقه تانية هنستخدمها علشان خاطر نشخص، اللي هي ايه بقى؟ اللي بيسموها الباكتيك سيستم. اسمها ايه يا دكتور؟ باكتيك سيستم. والباكتيك سيستم ان شاء الله هنشرحها بالتفصيل في الجزء بتاع المايكوبكتيريوم، اكتر بكتيريا محببه الى قلبي يعني. فان شاء الله لما يجي وقت المايكوبكتيريوم اللي هو بالمناسبه بعد السبايروكيتس على طول، اللي هو بقى يعني ده اخر فيديو خلاص في البارفو، وبعدها سبايرو وبعدها المايكوبكتيريوم، فهنبقى نشرح الباكتيك سيستم دي. بس البراكتيك سيستم يميزها عن الرويس كاستانيدا ميثودز ان هي سريعه، سريعه يعني قد ايه؟ تاخد لها تقريبا 1 ويك، فدي طبعا كويسه، مناسبه ان العيان بتاعي احجزه واخد عينه واوديها للمعمل فيطلع لي ريزلت. بالمناسبه احنا بنستخدم ده ولا بنستخدم ده؟ هقول لكم دلوقتي احنا بنستخدم ايه في التشخيص يعني. بس anyway انا عندي طريقه اسرع من الرويس كاستانيدا ميثودز اللي احنا قلنا عليها. طب بتحتاج ايه بقى البكتيريا دي؟ زي اي احتياجات لاي بكتيريا، تحتاج اكسجين عشان هي ستريكتري ايروب، تحتاج 10% 5 ل 10% كربون دايوكسيد، نورمال تمبريتشر 37 عادي ما فيهاش اي مشاكل خالص يعني، والبي اتش بتاعتها نيوترال طبيعيه خالص. تمام كده يا دكاتره؟ طيب ادي كده الايه، ادي كده التفاصيل بتاعت الكالتشر. بايوكيميكال رياكشن احنا لسه قايلين من شويه انها ستريكتري ايروب، وبناء عليه هي اوكسيديز بوزيتيف، كاتاليز بوزيتيف، وزود عليهم اليوريز بوزيتيف كمان زي اختها اللي كانت قبلها. تمام يا دكاتره؟ طيب حلو قوي. خش بعد كده بقى على جزء مهم قوي، وهو المقارنه او الكومباريزون ما بين الاربع انواع بتوع البروسيلا بتوعي علشان خاطر نشوف الريزلت بتاعتهم. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني حضرتك عاوز تقارن ما بين الاربعه بروسيلا من حيث البايوكيميكال رياكشنز بتاعتهم. طيب مش عارف ليه بدل ما احط دي بس اني واي، هي بروسيلا كانس يعني. احنا عندنا البروسيلا ميليتنسس، وعندنا البروسيلا ابورتس، والبروسيلا كانس، والبروسيلا سيوس، الاربعه موجودين. هتقارن ما بين ايه؟ هتقارن ما بين اربع ابورتس برضو هما كمان، اللي هو الانهيبيشن باي فيوكسين، الكلام ده احنا كنا شرحناه قبل كده اعتقد في نيوكوكاي على ما اتذكر، والانهيبيشن باي ثايونين، والسي او2 ريكويرمنت، والاتش 2 اس برودكشن. هو بس عباره عن جدول كده حضرتك هتحفظه، وهسكمه لك دلوقتي علشان خاطر تحطه في الامتحان، مش اكتر من كده يعني. حتى الحاجات دي ملهاش دور كبير قوي في الباثوجينيس زي ما هنشرح بعد شويه. بس انت علشان تعرف البروسيلا ميليتنسس دي بنت ناس قوي 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 كلها منونوه. يعني ايه كلها منونوه؟ نو 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 نو، مفيش اي حاجه من دول بوزيتيف فيها، كلها نيجاتيف. طيب البروسيلا ابورتس بقى الموضوع مختلف، هي نو ان هي ما بيحصلهاش انهيبيشن باي فيوكسين، بينما يس في كل الباقي ده كله. اوكي طيب نيجي بقى على الكانس ونعكسهم، وخد بالك انا مش هنا حاطط السوس قبل الكانس، لا انا عاكس البروسيلا كانس عكس البروسيلا ابورتس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اذا كانت دي نو في الاول وكنت الثلاثه اللي بعدها يس، فدي يس في الاول والثلاثه اللي بعدها نو، فانا عاكسهم بس مش اكتر من كده يعني. اوكي طيب البروسيلا سوس 2 يس و2 نو، الاولانيه والاخرانيه يس والتانيين اللي في النص نو. فانت بما انك عليك تحفظ ايه؟ تحفظ ال 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 ال, ال, ال الاربع بكتيريات بالترتيب، وتحفظ الجواج المقارنه بالترتيب، يعني انيبيشن باي فيوكسين، ثايونين، سي او2 ريكويرمنت، اتش 2 اس برودكشن. وبعد كده تملى الجدول بقى، الميليتنسنس كلها نو، البروسيلا ابورتس الاولى نو والباقي يس، البروسيلا كانس اعكس الاولى يس والباقي نو كله، والبروسيلا اسمها ايه؟ الباقي سيوس الاولانيه يس والاخرانيه يس واللي في النص نو. اوكي كده يا دكاتره؟ جاست جدول تحفظه مش اكتر من كده. طيب نيجي بقى على الفيرولنس فاكتور، وده كلام مهم، ده كلام محتاج يتفهم علشان خاطر ايه يعني نعرف الدنيا ماشيه ازاي برواقه كده ومزاج. بص يا سيدي الاول بس كده، انا عندي البروسيلا دي عامه بيبقى فيها انتيجينيك ايبيتوبس دوميننت فيها، اللي هم الانتيجينيك ايبيتوب تايب A وتايب M. يعني ايه الكلام ده يا دكتور؟ يعني معناها ان البكتيريا بتبقى شايله عليها انتيجنز بيطلع لها انتي بودي. الانتيجنز دي في منها A وفي منها M. طب ايه ده موجود فين؟ ايه موجود في الابورتس من اسمها ايه؟ ابورتس. اوكي طب والام سهله بقى، ميليتنسنس. اوكي يبقى الاي موجود في الابورتس والام موجود في الميليتنسنس، وعشان خاطري زود عليها السويس كمان. تمام يبقى الام موجود في الاثنين دولت. تمام كده، وما تنساش ان الام مالتيبل يبقى موجود في الابورتس وموجود في السويس وموجود في الميليتنسنس، يعني موجود في اثنين مش واحد بس يعني. اوكي طيب انا بجري علشان ما فيش حتى الان كلام، يعني ايه يعني كلام جديد، حتى يعتبر كل الكلام اللي احنا قلناه دوت يعني اتعدى عليه قبل كده، والجزء اللي احنا جايين بقى عليه لما اجي اشرح بقى في الكلام الجديد هتلاقيني وقفت وهديت كده. طيب إيه الجزء بقى الثاني بتاعنا اللي هو ايه؟ اللي هو ازاي بتهرب من الاميونو سيستم اللي موجوده عندنا. بص يا سيدي البكتيريا دي بتتبع عيله كده اسمها التايب 4 سكريتنج سيستم. يعني ايه التايب 4 سكريتنج سيستم ديت؟ يعني شويه بروتينز هي بتطلعها علشان تهرب من جهاز المناعه بتاعنا. طب هو ازاي بتهرب من جهاز المناعه؟ مش يا بيه اي بكتيريا بتخش الجسم بيطلع لها ماكروفاجز، والماكروفاجز ده هي بتروح تعمل لها فاجوسيتوزس، وبعد كده تعمل فاجولايسوزومال فيوجن، وبعد كده تعمل لها تكسير وتشغل جهاز المناعه، بعد كده اللي هو التي سيلز والبي سيلز وهكذا.
فهي بقى بتطلع شويه بروتينز اسمهم تي 4 اس اس او التي 4 سيكريتوري سيستم بينهبت الاميون ريسبونس. مش بس كده، ده كمان البكتيريا بتاعتنا ديت فيها حاجه اسمها نون اندوتوكسيك لايبوبوليساكرايد. يعني ده لايبوبوليساكرايد يختلف عن اللايبوبوليساكرايد اللي موجود جواها اللي هو مسؤول عن الانوتوكسيك تشوك. طب ده وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بينهبت الفاجو لايسوزومال فيوجن زي ما شرحنا في الليجينيلا بالظبط. نفس الفكره بالظبط، بتنهبت الفيوجن ما بين الفاجوسوم واللايسوزوم، فتتحول الماكروفاجز بدل ما هي آلة لقتل البكتيريا الى بيت البكتيريا بتستغله وتبدا ان هي تجرو وتملتبلاي وتعمل لك كل اللي هي عاوزاه. اوكي، جبروت برضو زي ما حضرتك شايف كده. فعلشان كده اقول لك ازاي هي بتنهبت الانتراسيلولار فاجوسايتوزس عن طريق الايه، عن طريق النون انتوتوكسيك لايبوبوليساكرايد. اوكي، بالمناسبه دكاتره بس عشان خاطر المعلومات، يعني مش بالضروره تلاقي كل الكلام اللي انا كاتبه ده موجود عند حضرتك في الكتاب، ده طبيعي جدا، لان انا لما باجي احضر الدرس مش بس بقرا الكتاب، انا بقرا الكتاب وبقرا مراجع وبشوف فيديوهات وبشوف كذا سورس يعني، وبجمع كل الكلام ده كله في الخلطه اللي قدام حضرتك دي. فالكلام الزياده لو سمحت تبقى اكتبه كده بالقلم الرصاص او بالقلم الجاف جنب الكلام يعني، لا لو عايز تحتاجني في يوم من الايام يعني، او على الاقل هيفهمك الدنيا ماشيه ازاي. اوكي، طيب نيجي بعد كده بقى على الديزيزز اللي هي بتعملها، وركز قوي معايا. البكتيريا دي اسمها بروسيلا، منطقي جدا هتعمل بروسيلوزس يا استاذه بدريه، هاشتاج بديهيات يعني، تمام. بس البروسيلوزس دي ليها اسم تاني وده اللي انا عايزك تركز فيه، اسمها اندرونت فيفر. اسمها ايه تاني كده؟ اسمها اندرونت فيفر. واحنا يا دكاتره ان شاء الله رب العالمين هشرح لك بالتفصيل انواع الفيفر. احنا عندنا تقريبا يجي 6 أو 7 انواع من الفيفر، في كونتينوس فيفر، وفي انترميتنت، وفي ريميتد، في ريلابسنج فيفر، وفي هايبر بايركسيا، في هايبوثيرميا، وفي اللهم صل على كده يا استاذ. دول بس تقريبا دول 6 أنواع، هم دول 7، هم دول 7 الانواع اللي احنا قلنا عليهم. فحضرتك عندك انواع كتير جدا من الفيفر، وكل نوع بيبقى ليه وصف معين وليه باترن معين. ان شاء الله رب العالمين في البطن هتلاقيني بشرح لك الكلام ده بالتفصيل، ممتعه جدا وبتفرق في تشخيص الامراض. اوكي، من وصف العيان كده وانت بتلقط النوع بتاع الفيفر فتشخص له مرض بتبقى حاجه رايقه قوي يعني. anyway، البكتيريا بتاعتنا دي نوع الفيفر اللي فيها اسمه ريلابسنج فيفر. يعني ايه ريلابسنج فيفر؟ يعني الباترن بتاعه شكله عامل كده. يعني ايه شكله عامل كده؟ يعني معناها ان العيان بيجي له فتره الفيفر في السماء ثم تنزل للارض ويبقى طبيعي خالص، ثم تطلع تاني تبقى في السماء وتنزل للارض مره ثانيه. ده اسمه ريلابسنج فيفر. اوكي كده؟ طيب شكله بقى عامل ازاي البروسيلوزس ده؟ الاول خالص كده بيتنقل لنا ازاي؟ احنا لسه عمالين بنحكي من شويه فوق، يا اما موجوده في الماعز او الخرفان او الجديان او البقر او الجاموس او هكذا. يبقى اكيد المصدر بتاعها زي اي مصدر حيواني. ازاي يعني؟ اولا عندنا الدايركت كونتاكت وعندنا الاندايركت كونتاكت. الدايركت كونتاكت يعني معناها جاي من الحيوان ذاته، لا مؤاخذه يعني، جاي من الحيوان نفسه. يعني ايه جاي من الحيوان نفسه؟ يعني حضرتك دلوقتي تعاملت مع حيوان وانت عندك مشكله. ازاي؟ بص يا سيدي، انت دلوقتي الحيوان اللي عندك ده هو مصاب، اوكي، وفي عند حضرتك سكين ليجن. فالسكين ليجن ده لما جه اندايركت كونتاكت مع الحيوان فاتنقلت البكتيريا عن طريق السكين ليجن اللي موجود عند حضرتك. ادي اول طريقه. او عن طريق الميوكوس ممبرينز. ازاي يعني؟ جماعه الفلاحين او الجزارين او الدكاتره البيطريين بيتعاملوا مثلا مع بقر وجاموس وخرفان والكلام ده كله، هو حط ايده على وبر مثلا الخروف وراح جاي بعد كده داعك في ايه؟ داعك في عينيه. عينه دي عباره عن ميوكوس ممبرين، لمس مناخيره، مناخيره دي عباره عن ميوكوس ممبرين، فالاورجانيزم يتنقل له بسهوله. اوكي؟ يبقى ده عن طريق الميوكوس ممبرين. او عن طريق الانهاليشن. يعني ايه انهاليشن دوت؟ الاورجانيزم مثلا طالع في اي فضلات من فضلات الحيوان، الفضلات دي بعد كده يبدا شويه داست بارتكلز تختلط بيهم وتجري في الهواء، انت تشم الداست بارتكلز ده تيجي لك الموضوع. نفس الفكره بتاعت الباثيلس انثراكس لو الناس تفتكر معايا، معظم اصلا البكتيريات اللي بتجي لنا فروم زو اوناتك سورس، يعني اللي بتجي لنا من مصدر حيواني، بتبقى دي المشكله فيها ان هي او ده بيبقى طريقه الكونتاكت يعني، ده طريقه ان هي تجي لنا يعني، تمام، طريقه الترانسميشن، يا اما كونتاكت يا اما انجيشن زي ما هوضح لك دلوقتي، يا اما انهاليشن. اوكي، دي الدايركت. طب الاندايركت بقى ان حضرتك تاخد حاجه من منتجات الحيوان دوت. زي ايه حاجه من منتجات الحيوان دوت؟ زي مثلا الملك، انت نازل عمال بتحلب الجاموسه ولا حاجه ورحت جاي شرب على طول، اوكي، بدون اي غليان او بدون اي تظبيط للايه، اللبن بتاع حضرتك دوت، اوكي، والجاموسه طلعت او البقره طلعت للاسف مصابه بالاورجانيزم دوت، فدي ممكن تتنقل لك. او ايه كمان؟ او احنا عملنا اللبن دوت جبنه، اوكي، وراحت جايه ايه واكلينها، برضو اللبن ده ما كانش نظيف،
او اندر كوكد ميت، احنا ذبحنا الحيوان دوت واستخدمنا الايه اللحمه بتاعته وكلناها، برضو نفس الفكره بالظبط. يبقى كلها من مصادر حيوانيه زي ما اتفقنا كده، يا اما دايركت من الحيوان ذاته، يا اما ان دايركت من حاجه جزء من الحيوان المنتجات بتاعته يعني. اوكي يا دكاتره؟ طب جدا. نيجي بعد كده على الباثوجينيسيس بقى. احنا متفقين من شويه الاورجانيزم دوت بيخش عن طريق بورتال انتري. بورتال انتري ده اللي هو ايه؟ انهيليشن ريسبيراتوري تراك، او ميوكس ممبرين نتيجه الدعك، او السكن نتيجه الكونتاكت، او الانجيشن فيجي عن طريق الجي اي تي. كل ده كله عباره عن بورتال انتري. يجري فين الاورجانيزم ده؟ لسه قايلين من شويه برضو الاورجانيزم ده بيحب الماكروفاجز. ليه؟ عشان هو في نون اندوتوكسيك لايبوبوليسكرايد هتروح تعمل سبريشن او تعمل تبوظ الفاجولايسوزومال فيوجن ده، فيحب الماكروفاجز ويجري جواه. يبقى انا لما اجي اقول لك الاورجانيزم بتاعي اللي هو البكتيريا دهيت تروح على الماكروفاجز اهي وتيجي داخله جواها وتسرفايف. ليه؟ لانها بتنهبت الفاجولايسوزومال فيوجن، بتنهبت الفاجولايسوزومال فيوجن دي. اوكي طيب، يبقى هي دلوقتي دخلت عن طريق البورتال انتري، ومن البورتال انتري لقطتها الماكروفاجز فراحت بيها على الريجنال ليمف نودز. الريجنال ليمف نودز هي المحطات الاساسيه لاي بلع ازرق موجود في جسمك، كله بيجي داخل على الريجنال ليمف نودز. ثم من الريجنال ليمف نودز تجري على الثراسك دكت، ومن الثراسك دكت تروح للبلد بقت عامله بكتيريميك ستيج، ومنها تروح للريتيكلو اندوثريال سيستم. مش بيفكرنا في حاجه الباث واي دوت؟ شبه مين؟ شبه السالمونيلا، بس السالمونيلا كانت بتعمل كده بالظبط، والمالتيبليكيشن بتاعها وقتها كان في الريتيكلو اندوثريال سيستم دي، اللي هي الليفر والبون مارو والليمف نودز بتاعت حضرتك والسترين وهكذا. اوكي؟ فهي بتبقى شبه الايه؟ شبه السالمونيلا كده بالظبط. طيب، احنا متفقين ان هي بتليف انتراسيلر او بتسرفايف انتراسيلر. ليه تسرفايف انتراسيلر؟ لان هي بتتميز بقدرتها على انهبيشن اوف فاجولايسوزومال فيوجن. طيب لما هي تسرفايف انتراسيلر بقى، شويه باثولوجي رايقين كده، ايه اللي بيحصل؟ بص يا سيدي، انا دلوقتي عندي بكتيريا اللي هي الماكروفاجز وجو سوري عندي خلايا اسمها الماكروفاجز وجواها البكتيريا بتاعتي، والبكتيريا موجوده جوه الخليه وعايشه. الخليه مش عارفه تموتها، تروح تبعت كيميكال ميديتورز ترص لي ماكروفاجز جنبها، والماكروفاجز ده هي تيجي متحوطه بفايبروبلاست. اوكي، الكلام اللي كان بيشرحه لنا الدكتور عبد الرحمن الله يمسيه بالخير، ادي الفايبروبلاست. فانا دلوقتي عندي تكون ايه؟ تكون جرانيولوما، صح كده؟ عندي اللانج هاند سيلز، وبعد كده الماكروفاجز الاول او النيوتروفيلز، وبعد كده اللانج هاند سيلز، وبعد كده الابيثيريال سيلز، وبعد كده الفايبروبلاست، الكلام بتاع الباثولوجي ده. فانا دلوقتي تكون عندي ايه؟ تكون عندي جرانيولوما. علشان كده في معظم الاوقات البروسيلوزز دي بطيئه في الجروث بتاعها، وكمان بطيئه في الديزيز اللي هي بتعملها. فعلشان كده العيان بيجي له جرانيولوماز. جرانيولوماز زي ايه؟ مايكرو ابسيسز مثلا موجوده عند العيان ده. اوكي يا دكاتره، يبقى ادي فكره الجرانيولوما ديو تو انتراسيلولار سرفايفل اوف ذا اورجانيزم. اوكي طيب، اللي بعد كده الاميونيتي اللي تطلع اجينست الاورجانيزم هي السيل ميديتد اميونيتي. طبعا كلام منطقي خالص، يعني ليه سيل ميديتد اميونيتي؟ لان هي بتجرو لفتره طويله وبتعمل ايه؟ وبتعمل كرونيك ديزيز، وبناء عليه التي سيل تبدا تشتغل وتعمل فايبر بلاست وتعمل الاورجانيزم ده وتحوطه في فايبروسس. او الانتي بودي اللي هي البي سيل ميديتد اميونيتي يعني، تمام؟ او الانتي بودي ميديتد اميونيتي بيطلع لها اي جي ام واي جي جي. ومن كلام الاميونولوجي الاي جي ام بيطلع الاول لمده اسبوعين، وبعد كده الاي جي جي يبدا يطلع. فالاي جي ام شكله عامل كده اهوت. اوكي، وبعد كده الاي جي جي يطلع بقى ويستمر معاه، تمام؟ وده على فكره التست اللي احنا بنستخدمه عشان نشخص البروسيلوزس. اوكي يا دكاتره، طيب مين البيبل ات ريسك؟ سهله بقى خالص، اي زونوتك ديزيز انت عندك ثلاثه كاتيجوريز من الناس هم اللي ات ريسك، اللي هم الفارمرز والبوتشرز والفيتس، الناس اللي بيشتغلوا دايما مع الايه؟ مع اندايركت كونتاكت مع الانيمالز، الفلاحين والجزارين والدكاتره البيطريين. اوكي؟ طيب كلينيكال بيكتشر بتاعتها، انكيوبيشن بيريود برضو من اسبوعين لغايه شهرين، 2 ل 6 ويكس دايما. وبعد كده بقى نيجي على الايه؟ نيجي على الشكل بتاعها. يقول لك البكتيريا ديت ليها فورم اكيوت بكتيريميك ستيج، وليها فورم ثانيه بنسميها الكرونيك ستيج. كرونيك ستيج ليه يا دكتور؟ علشان هي بتتميز بقدرتها على انتراسيلولار سرفايفل، وبناء عليه تعمل جرانيولوماز وتطول مع العيان لفترات طويله. طب امال الاكيوت دي بقى شكلها عامل ازاي؟ اهم حاجه هي الفيفر بتاعتها، وصف الفيفر تحديدا. اي حاجه ثانيه بقى سهله، لان هي فاهم فيفر هيديك انوركسيا ماليز، وممكن تقول له في وجع شويه في الارثرالجيا، العيال عنده انوركسيا، العيال مش عايز ياكل وهكذا، تمام؟ اللي هي الايه؟ اللي هي السكيما اللي احنا عارفينها دي. ولكن وصف الفيفر هو اللي مهم. يقول لك باوتس اوف ريلابسنج فيفر. يعني ايه ريلابسنج فيفر؟ يعني العيان تبدا تيجي له فيفر تستمر معاه تقريبا 4 ويكس، يعني شهر تقريبا. اوكي، هي يعني مش بالضروره توصل لشهر، ممكن من اسبوعين لغايه شهر، وبعد كده تنزل تاني للوضع الطبيعي، يسموها الافبرايل ستيت، تستمر برضو 4 ويكس تقريبا، ممكن اقل من كده،
وبعد كده تطلع تاني تستمر 4 ويكس مع العيان وهكذا. تمام يا دكاتره؟ يبقى هي بتطلع لمده 4 ويكس، ممكن اقل من كده عادي، وتنزل، يبقى في برايد ستيج تطلع تاني وهكذا، عامله شبه الايه؟ شبه الجراديوال سيستم كده، تطلع وتنزل، تطلع وتنزل. فالعيان لما يجي يوصف لك يقول لك يا دكتور انا عندي حمى او عندي الحراره بتروح وتيجي عليا، تروح وترد عليا، تمام؟ تقول له سؤال لطيف قوي، البتاعه دي الحراره دي بتستمر معاك لمده قد ايه؟ في العاده الريلابسنج فيفر بتستمر اكتر من ايام، يعني مش بس تاخد لها يوم 24 ساعه او يومين، لا، يقول لك البتاع دي بتستمر معايا او الحمى دي بتستمر معايا تقريبا من 3 ل 4 اسابيع، وبعد كده تبقى كويسه وابقى زي الفل وبعد كده ترد عليا تاني. ده وصف الايه؟ ده وصف الريلابسنج فيفر، اهو باوتس اوف ريلابسنج فيفر، 1 مانث اوف فيفر فولود باي 1 مانث اوف نو فيفر، فبرايل ستيت واف برايل ستيت، تمام كده؟ طيب الفيفر في العاده بتعلى في وقت الظهريه، يعني عشان خاطر الجو بيبقى حر وكده العيان مش طايق نفسه، وبتقل شويه لما الليل يجي والدنيا ترطب علينا شويه يعني، وطبعا بيبقى معايا سويتنج زي ما حضرتك شايفني كده، اوكي يا دكاتره؟ طيب ادي الايه؟ ادي الاكيوت ستيج. الكرونيك ستيج بقى سهله خالص، يعني العيان برده بيبقى عنده نفس الوصف بتاع الاكيوت ستيج كده، بس في العاده يعني الفيفر بتاعته ما بتبقاش هاي جريد، تبقى لو جريد، يعني مثلا ممكن تكون لو جريد فيفر دي معناها من 37.2 لغايه 38.5، يعني ممكن تلاقي عنده شويه سخونيه كده خفيفه ولا حاجه، مش اكتر من كده يعني، ومع حاجه اسمها السايكونيوريتك سيمبتومز. سايكونيوريتك يعني لو هو العيان نفسيته مش كويسه، يعني شويه انكزايتي على شويه ديبريشن، طبيعي عيان حرارته مرتفعه وحاسس ان هو مش كويس، لا بيأدي كويس في شغله ولا بيأدي كويس في بيت ولا بيأدي كويس في اي حته في الدنيا يعني، فهو مش طايق نفسه حرفيا يعني، فده الانكزايتي والديبريشن احنا بنتكلم عليه، اوكي؟ وادي الصوره بتوضح شكل السيمبتومز بشكل لطيف قوي، فيفر وهيديك وفاتيج سويتنج ومايالجيا ويت لوس وارثرالجيا، ارثرالجيا يعني وجع في المفاصل وهكذا. يهمني بس حاجه لطيفه قوي، البروسيلا ابورتوس يا دكاتره دهيت مينلي بتروح تعمل مشاكل في الليفر، مش احنا قايلين في الريتيكولو اندوثيريال سيستم، وفي السبلين، بتصيبهم الاثنين وتعمل فيهم مشاكل مهمه قوي، وزود عليهم كمان الليمف نودز. دي البروسيلا ابورتوس. البروسيلا سيوز بتعمل مايكرو ابسيسس في الليفر، اوكي؟ فانت ممكن تلاقي العيان ده عنده خراج او عنده دمامل يعني موجود او ابسيسس يعني موجود على الليفر بتاعه. بتعرفها ازاي؟ بالسونار هتلاقي موجود مايكرو ابسيسس على الليفر بتاعه، او سي تي هي برضه موجوده على العيان ده. اوكي كده يا دكاتره؟ يبقى ادي الايه؟ ادي الماستر بتاعه، فكر لو سمحت وقتها لو انت موجود في منطقه انديمك فيها البروسيلوزس، تمام كده؟ طيب مش سهل على فكره انك تشخص بروسيلوزس بالمناسبه يعني. البروجنوز بتاع العيان حاجه من الاثنين، يا اما بيريلابس يا اما بيكومبليكيت. الريلابسنج بتاعه از ان 2 تو 4 مانثس يعني بيبقى كويس، بعد كده الكومبليكيشن بقى بتاعه انت عندك بكتيريميك ستيت، يعني معناها بكتيريا في البلود، والبكتيريا في البلود تروح تعمل ايه؟ اوستيومالايتس، مننجايتس، اندوكاردايتس، كوليسيستايتس وهكذا. اوكي يا دكاتره؟ افتكروا بس الكوليسيستايتس ديت زي بتاعت السالمونيلا لما كانت سالمونيلا كارير يعني، اوكي؟ طيب هتعالج العيان ده بقى ازاي؟ هتعالجه بحاجه اسمها الجي ار تي اللي هو او الجي اس تي اللي هو الجست يعني، مين الجست دوت؟ الجنتامايسنز والاس اللي هي الستريبتومايسن والتتراسايكلين. الاستريبتومايسين ده ممكن تغيره مع الريفامبس ما فيهاش مشكله، يبقى ترياد تستخدمه اللي هو كلمه جست، جي اس تي. مين الجي اس تي ده؟ جست يعني ضيف يعني. مين الجي اس تي ده؟ الجنتامايسين والاستريبتومايسين والتتراسايكلين، وممكن تغير الاستريبتومايسين ده تحط مكانه الريفامبس ما فيش مشكله. طب ليه ترياد؟ علشان خاطر ال اسمه ايه ده؟ الانتي بايوتيك ريزيستنس اللي بيحصل منها. طيب ما ينفعش بقى الجست اللي احنا بنقول عليه دوت، بتستخدم معاه دوكسي سايكلين او الريفامبين لمده 6 اسابيع على الاقل. برضه بما ان البكتيريا اصلا يعني بطيئه في النمو بتاعها، فانت بتستخدم معاها انتي بايوتيك يستمر معاها لفتره طويله، يعني مش كالعاده مثلا ما بنقول للعيان الانتي بايوتيك في العاده بياخد تقريبا 10 ايام كورس الانتي بايوتيك، يعني من 7 ل 10 ايام، ولو الدنيا تقيله شويه ممكن يستمر اسبوعين، لكن ده بيستمر 6 اسابيع يعني شهر ونص تقريبا، اوكي؟ طيب البريفنشن مفيش فاكسين كاركترستيك، فانت بتعمل ميلك باستريزيشن وتحاول بقدر الامكان الجزء بقى بتاع الدكاتره البيطريين الانيمال كنترول يعني يظبطوا الجزء بتاع الانيمال ده، تمام كده يا دكاتره؟ ادي الايه؟ ادي التفاصيل الخاصه بالبروسيلا باستثناء الدايجنوزس. وقلنا هنا في الدايجنوزس يعني يمكن ده الدايجنوزس الوحيد في المنهج اللي مش هنقول سكيما كده واسيبك وامشي، لان الدايجنوزس بتاع البروسيلا مش بس سكيم، هنزود عليها شويه نقط مهمه عندنا مش بنقولها في السكيم. ليه؟ اولا هتاخد السبيسمنت منين؟ مش احنا قايلين ان البكتيريا موجوده في الريتيكولو اندوثيريال سيستم، وقبل ما تكون موجوده في الريتيكولو اندوثيريال سيستم فهي موجوده في البلود، وبناء عليه انا عندي بلود في البكتيريميك ستيت. ولكن خد بالك من حاجه، ما ينفعش يكون في بكتيريميك ستيت ويعني ومعاها انتي بايوتيك وتاخد من البلود. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني في البكتيريميك ستيت لو العيان اخد انتي بايوتيك في العاده عدد البكتيريات بيقل وانت ما بتعرفش تجيبها، ما بتعرفش تلقطها يعني، تمام؟ طيب
الحاجه الثانيه تاخدها من البون مارو او من الليمف نود اسبيريت، ترشق حقنه في الليمف نود وتاخد منها الايه، تاخد منها الاسبيريت بتاعها. ادي الايه، ادي السبيسمن. بعد كده السكيم اللي هي الكالتشر والبيوكيميكال رياكشن والميكروسكوبيكال اكزامينشن بتاعها عادي خالص. نيجي بقى على الحاجه المهمه، البلاد كالتشر. احنا قلنا في الايه، في لما يكون عيان ما ياخدش انتي بايوتكس سيرولوجي، وده الكلام المهم. عندنا في ايه، عندنا في حاجه اسمها ستاندرد تيوب اجيليتريشن تيست والكومب اجيليتريشن تيست والاليزا والبي سي ار، دولت السكيما عندنا ما فيهمش مشكله. نركز بس شويه على الستاندرد اجيليتريشن تيست ده فكرته ايه. بص يا سيدي، خلينا بس نجمع كده الكلام. بيقول لك ان انا محتاج اعمل سيريال دايليوشن، يعني استخدم اسمه ايه ده، استخدم تيوبس كتيره فيها دايليوشن كتير. ليه؟ علشان افويد حاجه اسمها البروزون فينومينا، ودي ان شاء الله رب العالمين بتوع دكاتره العمل هيشرحها لكم بالتفصيل. بس ببساطه انا بيبقى عندي بلوكينج انتي بوديز، انتي بوديز من النوع ايه، انتي بودي ايه، بتبلوك الانتيجنز، فبتعمل البروزون فينومينا دي. بالتفصيل ان شاء الله احنا هنبقى نشرحها في العمل لو ربنا ادانا طول العمر يعني. تمام بقى، عشان كده عشان يعني اوقف موضوع البروزون فينومينا ده، انا بستخدم سيريال دايلوشن، نفس الفكره بتاعت فيدال تيست بالظبط. تمام كده. طيب ايه اللي انا متوقع ان انا الاقيه؟ رايزنج تتر عند العيان. يعني ايه رايزنج تتر؟ يعني هو مثلا عمل التحليل ده النهارده فلقيت التتر عند حته معينه، بعد كده عمل التحليل ده بعد اسبوع لقيت التتر بيعلى، التحليل ده بعد كده لقيت التتر بيعلى، وهكذا. انا بدور على ايه؟ بدور على الانتي بودز. اوكي، فلاقيها بتعلى عند العيان، يبقى ده معناه ان الانفكشن موجوده وبيطلع لها انتي بودز. تمام. او الحاجه الثانيه بقى اللي هو الايه، اللي هو الكومب اجيليتريشن تيست، وده مهم قوي، اجينست الاي جي اي اللي هي البلوكينج انتي بودز اللي احنا قلنا عليها اللي بتعمل البروزوم فينومينا دي. اوكي كده يا دكاتره. طيب دي امتى موجوده؟ موجوده في السب اكيوت انفكشن، مش اكتر من كده. دول المعلومتين اللي انا عايزك تعرفهم، مش هنخش في تفاصيل العملي ولا الكلام بتاعه عشان حتى هو مش موجود في يعني في المراجع اللي احنا بنشتغل منها بشكل كبير قوي يعني. انا بس عايزك تعرف المعلومتين دول فيهم. اوكي يا دكاتره. وادي البي سي ار والاليزا ما فيهمش مشكله خالص، دي بي سي ار مش بي ار. تمام كده، ده الايه، دي التفاصيل اللي موجوده. ادي كده الجزء الخاص بالبروسيلا. نيجي بعد كده على الفرانسيسيلا، وهقول معلومه مهمه. الفرانسيسيلا يعني من الكتاب اللي موجود عند حضراتكم اللي هو كتاب جامعه المنوفيه، مش موجود التفاصيل دي كلها يعني. هم يعني هو كاتب كلمتين بسيط خالص عن الـ عن الـ عن الفرانسيسيلا يعني. ولكن طبعا ما ينفعش يعني، ما ينفعش يعني نرص كلمتين كده يعني بساط ونمشي يعني، لازم نشرح البكتيريا زي اي بكتيريا عندنا. فوالله لو الكلام موجود عند حضرتك وحضرتك بتتبعني من جامعه ثانيه وموجود عندك التفاصيل دي، كان بيها وزي الفل واحنا عملنا الشغل اللي علينا. مش موجود خلاص، يو كان جاست كيب ات، ما فيش مشكله بالنسبه لي يعني. تمام كده. طيب خش بقى على الجزء بتاع الفرنسيلا، علشان هي بكتيريه من البكتيريات اللي بتعمل حاجه اسمها البايو تيروريزم. يعني ايه بايو تيروريزم؟ شرحناها مليون مره قبل كده، اللي هي البكتيريات اللي بتستخدم في الحرب البيولوجيه يعني. اوكي نركز برده مع بعض. دي واحده، امسح بس العرق ده واجي لكم ثاني. صح، عرقنا وشربنا ميتنا يعني، على الله حكايتنا خالص يعني. طيب نبص بقى على الجزء بتاع الايه، الفرنسيلا. اول حاجه خالص كده السبيشيز، مش زي بقى البروسيلا اربع انواع وبتاع، هي نوع واحد بس كفايه قوي علينا، هي اصلا فيري فيتال يعني. فرنسيلا تولرنسز، اوكي، بتعمل حاجه اسمها تولاريميا او حمى الارانب اسمها كده يعني. المورفولوجي زي الهيموفلاس بالظبط، جرام نيجاتيف كوكوباسيلاين الموتايل والكابسيوليتد و نون سبور فورمنج. اوكي طيب الكالتشر بتاعتها برضه نفس الكلام، اتس ايروبيك بكتيريا، كلهم ايروبيك بكتيريا اصلا، منطقي لان هم اصلا كل البارفو دي بتصيب الريسبيراتور تراكت، فكلهم ايروبيك. تمام. وبرضه بتريكواير سستين ان جروث، يعني هي محتاجه سستين في الجروث بتاعها. يطلع لك برضه نفس الكلام كوكو باسيلاي، يعني راوند كولنز جريش وايتش ان كلريشن. طب مين بقى الميديات اللي بيبقى فيها السستين دوت؟ عندك السستين انريتشد شوكليت اجار، شوكولات اجار يعني عادي بس بيحطوا عليها سيستاين، وبعد كده البي ساي او اللي هي البي واي وزود عليها سي اللي احنا قلناها في الليجيونيلا، وبعد كده في حاجه اسمها سي هاب. سي هاب دي فيها ايه؟ فيها جلوكوز وسيستاين وثايمين وبلاب، كل الليله دي كلها موجوده فيها. يعني انا عايز بس تعرف ان هي البكتيريات دي بتعيش على ميديا فيها سيستاين. بالمناسبه التفاصيل دي زي ما قلنا مش موجوده عند حضراتكم، فانا عشان كده بجري بيها. طيب البايوكيميكال رياكشن اتس يوريز نيجاتيف اورجانيزم. وبالمناسبه هقول لك على حاجه دي غريبه جدا بصراحه يعني، البكتيريا دي اوكسيديز نيجاتيف. يعني ازاي يعني هي اوكسيديز نيجاتيف؟ تمام. التفاصيل بتاعتها بصراحه ما لقيتش اي تفسير ليها يعني، بس انا لقيت في فيديو كنت بتفرج عليه على اليوتيوب ان هي اوكسيديز نيجاتيف، فانا قلت اقول لكم المعلومه يعني. تمام. طيب نيجي بقى على الفيرولنس فاكتور، وده كلام مهم. الفيرولنس فاكتور بتاع الليجيونيلا سوري الفرنسيلا تولرنسز، يعني انا بقول لك ان دي بكتيريا بتستخدم في الحروب البيولوجيه. ليه؟ علشان خاطر الكميه قليله جدا منها كافيه ان هي تعمل يعني فيري فيريلنت فورم اوف ذا ديزيز، عنيف جدا جدا وفيتال في كتير من الاحوال، مميت يعني. طيب بتعمل ايه بقى؟
بص يا سيدي، اولا الكبسول بتاعها كاي بكتيريا جرام نيجاتيف بينهبت الفاجوسيتوزس. حلو، نيجي بعد كده بقى على اللايبوبولي ساكرايد. ركز معايا قوي واستمتع بالحته الحلوه دي. بص يا سيدي، انا دلوقتي عندي الماكروفاجيه بتاعتي اهي. الماكروفاجيه دي عليها ريسبتور شرحناه قبل كده في الاميونولوجي اسمه طول لايك ريسبتور. اوكي، الطول لايك ريسبتور هنا هنسميه رقم 4. احنا عندنا انواع كتير من الطول لايك ريسبتور والنود لايك ريسبتور. الطول لايك ريسبتور 4 ده هوت وظيفته الاساسيه ان تيجي البكتيريا تمسك فيه يجي عامل لها انترنالايزيشن ومدخلها جوه. اوكي، وتبدا بعد كده يطلع ينتج منها شويه سايتوكاينز يروحوا يعملهم او ينادم الاذر ماكروفاجس فتحوط للبكتيريايه وتموتها. ده كده الاميون سيستم او الاميون ريسبونس الطبيعي. وبناء عليه البكتيريا بتاعتي لو مسكت في الطول لايك ريسبتور بتمشي السيكونس بتاعها عادي خالص. تيجي بقى الفرنسيسيلا وما تمسكش في الطول لايك ريسبتور ده. يقول لك كده ان البروتينز الموجوده على السيرفس بتاعها نهوت تختلف عن البروتينز اللي موجوده على التول لايك ريسبتور فتهرب منه ما تمسكش فيه وبناء عليه ما يشتغلش الايمين ريسبونس. يبقى جهاز المناعه توتالي بلايند مش شايفها اصلا، فهي عامله كده شبه الحرامي اللي دخل سرق بيتك من غير ما يشغل اجهزه الانذار. نفس الفكره كده بالظبط، حضرتك هي دخلت البيت من غير ما تشغل التول لايك ريسبتورز خالص وبناء عليه ما فيش ايمين ريسبونس هيطلع. اوكي، معلمه قوي يعني. فقال اللايف بوليسكرايدز بتعمل ايه؟ evade binding to the toll like receptors type 4 which is responsible for activating the immune system. اوكي؟ او immune response يعني. طيب نيجي بعد كده بقى على التايب 4 بايلاي بتاعتها. تايب 4 بايلاي زي اي بايلاي، تايب 4، تايب 6، تايب 7، تايب 8، تايب 300، هي ايه؟ organs of attachment عاديه خالص. نيجي بعد كده بقى على ان هي دخلت جوه جوه الماكروفاجز. ازاي يا دكتور انت مش لسه قايل من شويه ان هي ما بتمسكش في التول لايك ريسبتور؟ اقول لك اه، ولكن مش كل انواع الفرنسيلا تولرنسز دهيت يعني بتطلع البروتينز اللي بتهرب من التول لايك ريسبتور، بعضها بيمسك في التول لايك ريسبتور. طب انا مسكت اعمل ايه؟ يعني جهاز الانذار لقطني اعمل ايه بقى؟ هوقف صوته. يعني جهاز الانذار شغال عمال بينور بس انا موقف الصوت بتاعه. ازاي يعني؟ بص، بتنهبت الفاجو لايسوزوما الفيوجن. هي كمان كلهم بينهبت الفاجو لايسوزوما الفيوجن بس الميكانيزم هنا في الرايق قوي. يقول لك ايه؟ يقول لك بتطلع انزيم اسمه الاسيد فوسفاتيز. الاسيد فوسفاتيز دوت يا دكاتره وظيفته الاساسيه الاستنه البيضاء فوسفاتيز. معلش انا مش عارف اكتب بالماوس بس يعني على قدنا اهو، ده المتاح دلوقتي يعني. الشطره تغزل برجل حمار زي ما بيقولوا، فاحنا هنغزل برجل حمار. الاسيد فوسفاتيز ده هو بيبدا ان هو ينهبت الفاجو لايسوزوم الفيوجن اللي ما بين اللايسوزوم والفاجوسوم. اوكي، الفاجوسوم واللايسوزوم، وبناء عليه هي تسرفايف انتراسيلر. مش بس كده، بص الجبروت كمان بتطلع من جواها حاجه اسمها سيدروفورز. يعني ايه سيدروفورز؟ دي جزيئات بتعشق الحديد. هي اصلا البكتيريا عايزه حديد عشان تجرو، فتيجي جايه على كل الايرن اللي موجود جوه الماكروفاجيه وتيجي واخداه. يعني من جبروتها مش بس بتسرفايف جوه الماكروفاج، ده كمان بتستولي على الاكل بتاعها اللي هو الحديد عشان تستخدمه في الجروث بتاعها هي شخصيا. والله حاجه في منتهى العظمه يعني، سبحان الله. بص يعني ثاج لايف قوي يعني. تمام، فادي الايه؟ ادي التفاصيل بتاعتها. الاسيد فوسفاتيز يمنع الفاجو لايسوزوم الفيوجن، والسيدر 4 تسحب كل الايرن اللي موجود في الماكروفاجز وتدخله جوه البكتيريا عشان البكتيريا هي اللي جروت سرفايف. اوكي كده؟ طيب احنا كده فهمناها. باثوجينيسيس كعادي خالص الانتري بتاعنا في الاورجانيزم، وبعد كده تبدا توصل للماكروفاجز تجرو ملتبلاي فيها ومنها للبلاد ستريم ومنها للتيكرو اندستريال سيستم زي ما اتفقنا قبل كده، وزود عليهم اللنجز وزود عليهم الكيدني. طيب الديزيزز بقى، وهنا كلام مهم. انت عندك الجزيز دي يا دكاتره اللي بتعملها الاورجانيزم بتعمل حوالي 6 انواع من التويريميا. يعني احنا عندنا 6 فورمز اوف ذا ديزيز. يعني يا دكتور 6 فورم؟ يعني الكلينيكال بيكتشر بتاعت العيان قد تكون واحد من 6 حاجات انا هشرحهم دلوقتي. الاول بس، هي موجوده فين؟ تويريميا احنا قلنا هم الارانب، فهي موجوده بشكل اساسي في الارانب اهي. اوكي؟ او موجوده في التكس، تكس والمايتس والكلام بتاع الباراسيتولوجي دوت اللي هو الاراده تقريبا، او مش فاكر معناها بالعربي يعني، بس هي جماعه اللي بتدرس باراسيتولوجي هيبقوا عارفين ان دي عامله شبه الاراده كده. اوكي، او الدير فلايز. دير فلايز نوع من انواع الذباب يعني. تمام، يبقى هي يا بتجينا من ذباب يا بتجينا من تكس يا بتجينا من ارانب، يعني كلها مصادر حيوانيه زي ما حضرتك شايف كده. طيب تعمل ايه بقى؟ تعمل 6 فورمز اوف ذا ديزيز. مين ال 6 فورمز دولت؟ بص الاول بس، الترانسميشن بتاعها دوت زي ما اتفقنا على حسب النوع اللي هي موجوده فيه. يعني ايه؟ بص
عن أول نعلمهم عشان بس الموضوع ما يبقاش صعب علينا واحنا بنشرح، وبعد كده نرجع نبص عليه. بصوا الدكاترة معايا كده، أول نوعين اسمهم الألسرو جلاندولر والجلاندولر. يعني إيه؟ جلاندولر يعني هتصيب الليمف نودز، وألسرو جلاندولر يعني هتصيب الليمف نودز وهتعمل فيها ألسر، زي ما هوضح لك دلوقتي في الإيه؟ في الرسمة. طيب دول بيتنقلوا إزاي؟ بيتنقلوا بشكل أساسي حاجة هتروح تصيب الليمف نودز، فده حاجة هتقرصك، فاللي هو التكس. أدي أول النقلة بتاعتها اللي هي الإيه؟ اللي هي التكس. والإنفكشن السكين والليمف نودز تعمل ألسر وسابيوريشن، يعني أول ما تصيب الليمف نودز تعمل فيها قرحه وتلاقي الليمف نود ديت حصل فيها سابيوريشن، يعني حصل ديث للماكروفاجس والنيوتروفيلز فتحولت الى فص سيل وكونت صديد يعني، تمام كده؟ طيب النوع الثاني الاوكيلو جلاندولر. اوكيلو جلاندولر يعني معناها ان هي هتيجي الاوكيلو يعني الاي يعني، فدي ازاي؟ اكيد الاورجانيزم بتاعك هيتنقل عن طريق الكونجنكتيفا رابنج الاي او سبلاش، حد بيكح ولا حاجه فتنقلت لك عن طريق السبلاش. مش حد بيكح، اقصد يعني ان السبلاش دوت اللي هو حاجه هواء متطاير وبيجي لك انت ايه، بيجي لك عن طريق البورتال انترس دي. طب الهواء المتطاير ده فيه ايه؟ فيه الانفكتد فيسز بتاعت الاورجانيزم، يعني الاورجانيزم يعمل حمام وبعد كده الحمام ده ينشف فيتطاير في الهواء فيجي لك انت من كل لون يعني. طيب الاوروفارينجيال، الاوروفارينجيال ده ازاي؟ عن طريق انجيشن كونتامينيتد فود اند ووتر. طب كونتامينيتد ازاي؟ كونتامينيتد بالمخلفات بتاعت الحيوانات اللي احنا لسه قايلين عليها دي من شويه، اوكي؟ او الدير فلايز، الذباب اتنقل من يعني جه على 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 الذباب ده فيه الاورجانيزم، فراح جاي على الاكل بتاعك وراح جاي عامل لك الاورجانيزم الاول. طيب نيمونيك سهله، انهاليشن للمصدر بتاعي، يعني انا مش بعمل انهاليشن من بني ادم، لا انا بعمل انهاليشن للانفكتد ماتيريال بتاعي. طيب تايفويدال ده عن طريق البورتال انتر اللي هو الجي اي تي، نفس فكره الاوروفارنجيال بالظبط. اوكي كده يا دكاتره، يبقى ايه التفاصيل اللي موجوده عندنا؟ طيب كلينيكال البيكتشر يا دكتور. الاول بس كده الانكيوبيشن بيريد بتاعتنا دي سريعه سريعه جدا، يعني تقريبا يومين ثلاث ايام وهتبقى العيان زي الفل يعني، معاك بيموت او بيبدا يظهر عليه الاعراض. سيمتومز برضو على حسب الفورم بتاع الديزيز، هي في العاده في فيرهيديك انوركسيا ماليز وارثرالجيا وويت لوس والليله دي كلها، فالفاهم بتاعك. طيب بعد كده على حسب برضو شكل الديزيز، وهنشرح كل واحد بشويه كده نوضح الليله في شكلها عامله ازاي. اوكولار، اوروفارينجيال، نيمونيك، تايفويد. بص كده معايا يا سيدي ياهو. اول واحد الالسرو جلاندولر. يعني ايه الالسرو جلاندولر؟ في وصفين اتنين مهمين قوي. ادي اول حاجه، خلينا بس نخليها كده اهوت، ادي شكل الليمف نود بتاعتي اهي، تمام تمام. بعد كده نستخدم اللون الاسود اهو، ده شكل الليمف نود بالظبط، الوصف الالسرو جلاندولر بتاعنا. يعني ايه؟ بص يا سيدي، الليمف نود اللي موجوده عندنا دي اولا بتلاقيها محمره جدا جدا جدا، فيري بينفول اند فيري تندر، تيجي تقرب عليها كده اهوت تلاقي العيان بيصوت، وفي جزء منها اللي هو السنترال بارت دهوت السريتد، فتلاقي الليمف نود بتاعتك فيها جزء مرتفع شويه ومسود شويه، فاهو بينفول ليمفادينوباثي وزريد ريزد ليجن ان ذا سنتر، تمام؟ طيب ايه كمان يا دكتور؟ الجلاندولار فورم، الالسر والجلاندولار نتيجه الالسر، يعني دي الجزء اللي فيه الالسر دوت اللي هو اللي في النص ده. الجلاندولار فورم لا، هي جاست ليمفادينوباثي، بينفول ليمفادينوباثي بس ما فيهاش الالسر اللي احنا قلنا عليها دي. طيب اوكيلو جلاندولار موجوده في الكونجنكتيفا، فتلاقي فيه احمرار في العين، تلاقي العيان بيدمع، تلاقيه فوتوفوبيك يعني مش عارف يشوف كويس، او كل ما بتفتح النور قدامه تلاقي العيان دوت يعني تلاقيه بيقفل عينه وبيعمل لك كده، ده اسمه فوتوفوبيا، اوكي؟ فاهو في ايه؟ في انكريس تيرنج، في فوتوفوبيا، في بيري اوربيتال اديما، يعني انتفاخ حوالين الاوربت او الجلوب بتاعه كده، تمام؟ طيب اوروفارنجيال اما الثانيه موجود في الاوروفاركس، فتلاقي عند عنده ايه؟ سور ثروت، اودينوفيجيا، ديسفيجيا عند العيان، ممكن مثلا تلاقي فيه سيرفايكال لينف ادينوباس، يعني الليمف نودز بتاعت السيرفايكال اللي هنا اللي على الستينو كلينو ماسويدز تلاقيها انفليمد ولارج ان سايز وهكذا. ادي ستور ثروت ديفيكولتي ان سوالوينج، وبعد كده السيرفايكال لينف ادينوباس. طيب النمونيك فورم اللي هي جايه عن طريق الانهيليشن، باي ذا واي النمونيك دي في منها برايمري وسكندري، البرايمري جايه عن طريق الانهيليشن يعني انا معناها ان السورس جاي لي من بره، السكندري جاي من جوه بكتيريميك ستيج. يعني ايه؟ يعني البكتيريا دخلت مثلا وصلت للليمف نودز ومنها الثراسك دكت، ومن الثراسك دكت وصلت للبلد وعملت بكتيريميا، ومن البلد وصلت لللنجز بتاعتك، فدي بنسميها سكندري فورم. فانت عندك برايمري وعندك سكندري، ما فيهاش مشكله بالنسبه لي، زي اي نمونيا دراي كوف وديزني وتشيت سبين. الوصف سهل، يعني انا عمال بقول لك دلوقتي حاجات انت مش شايف يعني الاعراض دي قويه يعني ولا حاجه. مشكله يا دكاتره الاعراض دي بتيجي فيري سيفير على العيان، تبقى فيتال في كتير من الاحوال، بتموت اصلا يعني، عشان كده هم بيعتبروها من البايوتيرورزم. فهي موجود فيها الاعراض الطبيعيه بتاعت اي شخص بيجي له اي مرض من الامراض ديت، ولكن الاعراض بتبقى مور سيفير وفيري رابيد كمان.
تمام، عكس البروسيلا اللي بتاخد وقت طويل قوي. تايفويد نفس فكره التايفويد بالظبط، شويه فيبر على هيديك زي على مريض، على شويه ابدومينال بين وابدومينال تندرنس، على دايريه، على فوميتنج، على الليله دي كلها اهو، ابدومينال بين، فوميتنج، دايريه، وهكذا. تمام، ما تنساش لو سمحت ان الفرنسيلا تولرنسز ديات من البايوتري ريز، ليه؟ علشان خاطر اقل كميه منها بتؤدي الى فيتال ديزيز على طول. تمام كده، ادي المورتاليتي ريت اللي فيها عالي. طيب حد هيجنوز ازاي؟ لو قلت لي ان احنا بنايزوليت الاورجانيزم دوت بنزرعه على كلتشر، اقول لك لا مش بتحصل الكلام ده، ما بيحصلش في المعمل حقيقي يعني. ليه؟ لان في عرضه ان الفني المعمل اللي شغال او الدكتور بتاع الميكروبيولوجي اللي شغال في المعمل دوت يصاب بالاورجانيزم، فانت مش كل يوم بتتعامل مع فرانسيلا تولرنسز اصلا، بقول لك حاجه انت بتعمل بايو تيرورزم، فانت يصاب بالتيرورزم، يصاب بالاورجانيزم. تمام، لانها بتعمل بايو تيرورزم. اوكي، طب امال بتعملها ازاي؟ لاتكس اجيروتينيشن تيست وإلايزا انتيجين انتي بودي رياكشن، ما فيهوش مشكله خالص يعني، وادي النو ايزوليشن اهوت عشان الانفكتيفيتي ريت عالي، او بتستخدم البي سي ار او الدايركت اميون فلوريسنس. وبرده الحاجات دي يعني رير قوي انك تشوفها، يعني تشوفها في هاوس بقى هتبقى زي الفل يعني. تمام كده، طيب هتعالج ازاي العيان بتاعك دوت؟ سهله خالص، الامينو جلايكوسايدز اللي هي ايه، ستريبتومايسنز والجنتامايسنز، وممكن تحط عليها التتروسايكلين والفلوروكينرونز كسكند لاين يعني، ولكن الفيرست لاين بتاعك هو الستريبتومايسن والجنتامايسن. كده يا دكاتره احنا قلنا كل التفاصيل الحمد لله على البروسيلا وعلى الفرنسيسيلا، وبكده نبقى خلصنا الحمد لله رب العالمين العيله بتاعت البارفو اللي بتصيب الريسبيراتوري تراكت بشكل اساسي. في الفيديوهات اللي جايه بقى هنتكلم على عيله لطيفه قوي اسمها السبايروكيتس بالتفصيل ان شاء الله، وبعدها بقى حبيبه قلب المايكوبكتيريوم يعني. احنا برضو فاضل لنا حاجات بسيطه ان شاء الله في المنهج، ونبقى كده خلصنا التفاصيل كلها يعني. لو في عند حضراتكم اي استفسار حطوه في الكومنت وانا هرد على كل حاجه يعني ان شاء الله. ولو في اي حد عاوز يتكلم معايا بشكل برايفت برضو انا ببقى سايب الواتساب بتاعي برضو في الكومنتس يعني. اوكي، وبرضو هتلاقي الفيسبوك بتاعي موجود، كل التفاصيل موجوده عند حضراتكم. لو في اي استفسار حطوه في الكومنت يعني. تمام، لايك بقى وكومنت على الفيديو دوت وشير، واعمل سبسكرايب في القناه وشغل جرس التنبيهات عشان يجيلك اشعارات المره الجايه. تمام كده، السلام عليكم.